اهلا بيكم مره تانيه بعد الفاصل. بنسمع دايما عن فيتامين دي او فيتامين د، وبنقول احنا عندنا نقص في فيتامين د، عندنا مشكله بسبب نقص فيتامين د. طب ازاي نحصل على فيتامين د؟ يقول لك اتعرض للشمس عشان تاخد فيتامين د، كل الاكلات والاغذيه اللي فيها فيتامين د. النهارده مع حضراتكم بنتكلم في موضوع مهم جدا، الا وهو فيتامين دي اللي عليه امور كثيره جدا ومهم جدا في حياتنا ان يكون موجود، لان اثاره عظيمه اذا تواجد واثاره عظيمه اذا لم يتواجد بالضرر. تعالوا نتعرف على الموضوع اكتر من خلال ضيف اللي بيشرف النهارده في الاستوديو، دكتور احمد الشافعي، مدرس التغذيه الطبيه والكيمياء الحيويه الطبيه بجامعه الازهر. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك، منورني. اهلا بيك، سعيد ان انا بلتقي بيك. ويمكن النهارده بنتكلم عن موضوع التغذيه واحنا بناكل غلط كلنا كمصريين، ما نتوصاش في الموضوع ده، لكن عايزين مع حضرتك دلوقتي بس نبدا ونقول ناكل صح ازاي. طيب الاول اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. فيما يخص موضوع بقى ناكل صح ازاي، خلينا نحط قاعده بسيطه خالص، الا وهي كل كميات محدوده من كل صنف تحبه. سهله، كل كميات محدوده من كل صنف تحبه. الشطاره دايما اكل ايه؟ يعني اكل كوارع، اكل ايه؟ اكل ايه في الوقت الصح بالكميه الصح. تاني، اكل ايه في الوقت الصح بالكميه الصح. طيب يعني مش حاجه اسمها بحب اللحمه كل يوم انا هاكل لحمه. ايوه بس ثواني بس، انت حضرتك بتقول لي يعني في الوقت الصح. ايوه. هل معنى كده ان في اوقات ينفع اكل اكلات وما ينفعش اكلها؟ طبعا. يعني مثلا يفضل في الفتره اللي قبل النوم، من بعد انا افترض ان انا بنام الساعه 10 بالليل، لو انا فرضا اكمل عادي. اتفضل. طبعا اتفضل. لو انا فرضا بنام الساعه 10 بالليل، يفضل اخر 3 ساعات قبل النوم دول ابعد خالص عن الوجبات الثقيله. في الوقت ده كمان ابعد خالص عن تناول السكريات. ليه؟ لان انا خدت سكريات كتير وبعدين هدخل انام، فمعدل الحرق عندي هيبدا يقل. تبدا السكريات دي مع الوقت تتراكم عندي وتتحول مع الوقت لدهون. طبعا. طب امتى الكلام ده يحصل؟ لو انا مواظب على كده بشكل مستمر. ودي ازمه الناس اللي بتشتغل عدد ساعات كتير وترجع البيت متاخر جدا، فيتغدى وياكل كل الاكل بتاعه ويدخل بعد كده ينام. يقول لك انا ما باكلش غير وجبه واحده بس في اليوم. فيقول لك بعد كده انا بدات ازيد مع اني ما باكلش. ايوه حضرتك فعلا ما بتاكلش، بس بتاكل غلط في الوقت الغلط. صح. انما لو انا جيت النهارده وزعت على مدار اليوم اكلي، مش لازم اكل وجبه كامله. خلينا نتكلم ان من ضمن التوصيات اللي موجوده في خطوط العلاج العالميه فيما يخص الاكل، ان تناول الثلاث وجبات ده يعتبر بقى ترند قديم. الترند دلوقتي ان ناكل من 4 لـ5 وجبات صغيرين بانترفال 3 لـ4 ساعات بين كل وجبه للثانيه. اوكي. كده انا بحافظ على مستوى السكر في الدم، بقلل فرص ان انا جوع. اوكي. وطالما انا ما جوعتش يبقى مش هاكل كميات كبيره. تمام. وبالتالي هعرف اختار. دايما الانسان بيضعف قدام الرغبه. في فرق بين احتياجنا للاكل وبين اختيارنا للاكل. اوكي. احتياجي ليه انا جعان دلوقتي. تمام. كل ما الجوع هيتحكم فيا اكتر كل ما ممكن اختار واكل كميات اكبر. تمام. انما لو وصلت لمرحله ان انا مش في 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 لحظه الجوع او في لحظه ان الطلب زياده قوي للاكل، ساعتها تقدر تختار بعنايه انت محتاج ايه بكميات قد ايه. طيب انا عندي سؤال عايز الاجابه فيه تبقى سريعه عشان نروح على فيتامين دي. يلا بينا. كويس. انا ممكن اكل 4 و5 وجبات في اليوم. جميل. وتبقى كلها حلويات. هل ده صح هنا في اللحظه دي؟ احنا كده ما عملناش حاجه. طب ما انا بسال. احنا كده كاننا رجعنا تاني للي كان بالليل. اوكي. روح اكل ونام. تمام. المفترض ان الحلويات اللي هي السكريات المضافه بنسميها كده، الادد شوجرز او السكريات المضافه. كويس. افاجئك وافاجئ الساده المشاهدين ان احنا مسموح لنا ناخد كام سعر حراري في اليوم من السكريات المضافه؟ كام؟ 200. 200 دول يعادلوا تقريبا 10 معالق سكر. 10 معالق سكر سواء بقى حضرتك حطيتهم في القهوه على مدار اليوم. في القهوه، في الشاي، اكلتها على هيئه هريسه، على هيئه بسبوسه، على هيئه جاتوه، على هيئه كيك، اوفرول حضرتك ما تعديش 200 كيلو كالوري في اليوم كله من السكريات المضافه. يعني اقرا الكالوريز الموجوده على المفترض منتج. طبعا. ها طبعا. عشان دي من ضمن الحاجات اللي بيقع فيها كتير من الناس. اوكي. وركز في كلمه السيرفنج سايز او بر قد ايه. يعني مثلا تيجي تمسك النهارده باكو بسكوت مكتوب في ظهره من ورا ان كل 10 جرام هنفترض كل 10 جرام فيهم 60 كيلو كالوري. ده 60 كيلو كالوري بس. بس كل 10 جرام. كل 10 جرام حضرتك انت باكل بسكوت اللي معاك ده كله على بعضه 100 جرام. كويس. هفترض يبقى انت خدت كام كالوري؟ 600. 600. 600 دول
اكتر من ربع احتياجك اليومي. اوكي. وراح كل سكريات. تمام. طب انا مسموح لي بقى اخد في الاخر خالص نشويات. مش سكريات، نشويات. نشويات دي تشمل العيش وتشمل الرز وتشمل المكرونه وغيرها. أوكي. بالفايبرز كمان اللي جواها مسموح لي اخد في اليوم لحد كام في الميه من التوتال كالوريز بتاعتي. تمام. ما يقلش عن 45%، لان انا محتاج 2000 كيلو كالوري. اوكي. ما يقلش عن تقريبا 800 كيلو كالوري من السكريات. تمام. طيب ولو انا عايز اعلي قوي ما عديش ال 1200 كيلو كالوري. اوكي. لو انا خدتهم النهارده، خليني برضو افاجئ حضرتك، قطعه تشيز كيك واحده، مفيش حد بيحبش التشيز كيك. قطعه تشيز كيك واحده ممكن تديني كالوريز حوالي 600 كيلو كالوري. 600. وحضرتك واكلها سناك. يعني ان بتوين، حاجه كده ما بين وجبه وجبه. انا هحلي. احنا هنقول يا حادي بعدين. فاحنا من حته ناحيه ان احنا بناكل غلط، لا احنا عندنا مشكله كبيره في الحته. طيب. ديت ومنها نروح لفيتامين دي. خلينا بقى نروح لفيتامين. هو ايه حكايته؟ يعني ايه موضوعه بالظبط؟ عايزين نوصل بس، يعني هو ليه عامل لنا مشكله هو بي 12 يعني؟ يعني خلينا احنا النهارده فيتامين دي. اوكي. فهنتكلم عنه. ايه حكايته بالظبط؟ طيب خلينا ناخد فيتامين دي من كذا منظور. اللي هو التغير اللي حصل سنة 2011 لما مستوى فيتامين دي في الدم كان بيعتبر طبيعي لحد 20، وبعدين اترفع سنتها بقى لحد 30. معناها ايه؟ ان الشخص، انا هقول قبل 2011، اللي كان عنده مستوى فيتامين دي في الدم 23 ده كان نورمال وزي الفل. على الحسبة الجديدة اللي هي لحد 30 اصبح insufficient، يعني عنده نقص في فيتامين دي. ده اللي خلى الامور بدأت تختلف. زائد بدأنا نفهم اكتر في ال 15 سنة اللي فاتت، يعني من حوالي سنة 2003 لحد النهاردة بدأت تظهر حاجات اكتر في الفانكشنز او الوظائف بتاعت فيتامين دي، اكتر بكتير جدا من كونه علاقته بامتصاص الكالسيوم وتأثيره على العظم مع الوقت. لا، فيتامين دي حاليا بنعتبره هرمون بيقدم عندي وظائف جوه الجسم ليها علاقة بالجهاز المناعي وليها علاقة بالجهاز العصبي، ليها علاقة بالسكر ومضاعفاته. هو ما يحميش من السكر انما يقلل من مضاعفات السكر. أوكي. علاقته بالعين وعلاقته عندنا بالخصوبة في الرجالة وفي الستات. ففيتامين دي اكبر من كونه مجرد فيتامين هاخده في كبسولة. صح. او فيتامين باخده عشان هو ناقص عندي. الناس برضو كمان ربطة ان فيتامين دي لما ينقص لازم يبقى عندي هشاشة عظام. على اساس ان هو مسؤول عن امتصاص الكالسيوم وكمان عشان تكوين العظم. تمام. ديت في الحالات الاكستريم اللي هو خلاص بقى يكون ناقص قوي وبقالي فتره طويله ناقص عندي. تمام. انما تلاقي الناس تبدا تشتكي، انا باصاب بادوار برد متكرره، حاسس دايما بوجع في عضلاتي وعظمي، حاسس بان المود بيختلف، لا والله حتى الرغبه في الاكل بتختلف، بدا يحس بالاجهاد. وبعدين نيجي نحلل للشخص ده وقت يتعمل له صوره دم كامله تطلع طبيعيه، ما يطلعش عنده انيميا. الراجل فيزيكالي ابيرنت شكله كده من بره ظاهريا سليم. فرضا ما هوش زايد عشان نخاف من الغده الدرقيه او العكس، فيتحلل له فيتامين دي يطلع عنده فيتامين دي قليل. وانس ان يبدا ياخد فيتامين دي بالجرعات المظبوطه لفتره معينه يبدا الاعراض دي عنده تتحسن. ده اللي خلى فيتامين دي يدخل في الايرا في موسوعه كده في الخمس ست سنين اللي فاتت. طيب انا مقدار فيتامين دي بالنسبه للاطفال مع مقدار فيتامين دي بالنسبه للشباب حيل. مع مقدار فيتامين دي بالنسبه للكبار، هل هيبقى واحد ولا في مرحله سنيه معينه محتاجينه بكميات اعلى؟ يعني عايزين نوضح الجزئيه دي، واجيبه منين؟ يعني عايز اعرف بقى اروح فين اكل ايه علشان يبقى عندي فيتامين دي كده منتشر. السؤال حلو جدا. فيتامين دي من الحاجات المفترض نديها للطفل من اول ولادته. يعني لو هنبص للتوصيات الدوليه ان الطفل اول ست شهور بيرضع بس. تمام. يعتمد على لبن الام او اللبن لوحده. اوكي. انما نضيف له كمان، نضيف للولد او للطفل الرضيع ده فيتامين دي. محتاج كام من عمر صفر اول يوم زيرو لسه مولود لحد 12 شهر لحد ما يتم سنه؟ اوكي. محتاج 400 وحده دوليه. محتاج كام؟ 400 وحده دوليه. يوميا 400 وحده دوليه. اللي هم يعني وحده دوليه معلش. ديت الوحدة المكافئة للملي جرام للوزن. اوكي. اوكي؟ المايكرو جرام اللي هي الوزن بتاعه. تمام. بعد عمر السنة لحد عمر السبعين محتاجين 600 انترناشونال يونت. اها. طيب الحوامل والمرضعات والسيدات اللي فوق عمر ال 50 سنة اللي هم دخلوا على مرحلة انقطاع الدورة انقطاع الدورة الشهرية. ممكن نزيد من 600 ل 800 في اليوم. يبقى تاني الاطفال لحد عمر السنه 400 من سنة لحد 70 600.
بالنسبة للحوامل والمرضعات والسيدات فوق سن الخمسين 50 من 600 ل 800، بس ما اوكي نقلش عن 600 في اليوم. اوكي تقابلنا هنا بقى المشكلة، هو فيتامين دي بيجي منين؟ فيتامين دي المصدر اللي يديني فيتامين دي اللي يؤدي الى فاعلية هو المصدر الحيواني. طيب يجي لي منين بقى من المصادر الحيوانية؟ اعلى سورس، اعلى مصدر لفيتامين دي هي زيوت الاسماك، وما بناكلهاش. صح، الاسماك البحريه، نتكلم على السلمون، نتكلم على التونه، بنتكلم على الرنجه، بنتكلم على السردين، بنتكلم على المكاريل. بس اسمح لي أه؟ معلش، بتيجي يقول لك مثلا بعض الدكاتره يقول لك ما تكترش من التونه قوي لان ماشي. فيها يعني نسبه يعني كده ممكن تاثر عليك. طيب تسمح لي نخلي سؤال التونه ده قدام شويه. أه ماشي، انا كده ماشي. كده هجيله، انا بس برد على فكره. طبعا انا هجيله عشان يعني ايه ما اعديش الحته المهمه بتاعت فيتامين دي. اوكي بس عايزين بقى بسرعه، ليه بقى؟ عشان مش عايز الوقت يهرب معاك. حاضر، فعايز اخد اكبر كم معلومات منك. حاضر، اتفضل. فيتامين دي تاخده باعلى كفاءه ها. من الاسماك البحريه بالزيوت بتاعتها. كويس، وبعدين ما عنديش حاجه تانية تدي فيتامين دي كويس. ها. الباقي كله يديني كميات قليله، يعني مثلا الالبان، اللبن البقري الفريش، الكوبايه 250 مللي فيها 80 انترناشونال يونت بس. ها. يعني عشان اجيب ال 400 محتاج اشرب لتر ونص لبن كل يوم. صح. كوبايه الزبادي فيها حوالي 70 ل 85 انترناشونال يونت فيتامين دي. يعني انا محتاج اكل تقريبا 6 كوبايات زبادي في اليوم عشان اقدر اجيب كميه فيتامين دي اللي انا محتاجها. الناس بقى الفيجيتيريانز او الناس اللي واخدين الدايت النباتي ده محروم تماما من فيتامين دي، وبالتالي لازم ياخده من بره كسبلمنت، ياخده من بره ككبسولات عشان ما يوصلش لمراحل نقص فيتامين دي. دلوقتي عندنا حاجه حلوه بس الناس برضو ممكن تكون مش عارفاها، في بعض الالبان موجوده في الماركت، عشان ما يبقاش بس بنعمل اعلان لحد، مش عايزين نقول الاسم. بس في بعض فورتيفايد مدعمه بفيتامين دي بتوصل ان الكوبايه الواحده تديك 400 وحده دوليه. يعني كوبايه لبن واحده تدي احتياجك اليومي. عشان كده انا يعني رساله لكل اولياء الامور او الامهات وهي بتشتري الالبان المعلبه، بصي على علبه من ورا على الفاكت شيت اللي هي الحقائق الغذائيه، وبصي على خانه فيتامين دي. كويس، معلش انا عايز اكد بس على كلام حضرتك، ما بصش على ماركه المنتج ولا العروض، ما تركزش على ده ولا العروض. بس خليني بس انا بعمل ستريس على الجزئيه دي لانها مهمه جدا، لان في امهات بتشتري اللبن ده عليه عرض. فعليه عرض اروح اشتريه عشان عليه عرض. حضرتك بصي للقيمه الغذائيه اللي هتاخديها منه. عايزين ندي اولادنا زي ما اديناهم كالسيوم وبروتين من اللبن، هنحط كمان عليه فيتامين دي. فتبص على الجدول اللي موجود في العلبه من الجنب اللي فيه الحقائق الغذائيه، وتبص على فيتامين د. لو لقيت فيتامين د فوق لكل كوب 400 انترناشونال يونت تشتريه وتديه لاولادها في البيت وهي مطمنه ان هم اخذوا احتياجهم اليومي من فيتامين دي. فيتامين دي في جزء منه جسمنا بيصنعه، بس ده معتمد على التعرض للشمس. واحنا تعرضنا للشمس قليل جدا جدا، وبالتالي ما بنقدرش نجيبه بكميات كافيه. فتيجي ناس تقول لك طب انا ممكن اتعرض للشمس بس احط سان سكرين او احط يعني واقي شمس، يعني الفتره بتاعت الصيف اللي فاتت وغيره. خليني برضو اقول لحضرتك ان الدراسات الجديده لقيت ان استخدام واقي الشمس سواء على الوجه او على الكفين او على الجسم كله ما بتمنعش الجسم من تكوين فيتامين دي. يعني خلاص حضرتك ممكن تحط السان سكرين وتطلع تاخد التان بتاع حضرتك وتكون كمان برضو فيتامين دي، لان برضو السان سكرين مهم للوقايه من مشاكل الجلد كويس. اللي بتنتج عن التعرض المباشر لاشعه الشمس. تمام. طيب انا اعرف امتى ان انا عندي نقص الفيتامين دي؟ هل 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 يعني فكره بنفسك ولا بعد ما تروح تكشف؟ لا بنفسي، قبل ما اروح. لا يعني على الاقل تعرف بنفسك. على الاقل ممكن اقول ايه، انا ممكن يكون ناقصني فيتامين دي. ما تقدرش. لازم تحاليل طبعا. اوكي نتكلم كلام علمي مرتب. لازم الاول خالص يتعرض على مختص. تمام. وبعد كده يخليه هو اللي يقبل فيتامين دي. اوكي لان من ضمن المشاكل اللي حاصله حاليا هي الافراط في تناول فيتامين دي. خليني اقول لك ان الولايات المتحده الامريكيه لوحدها سنه 2017 اتباع فيها بحوالي بليون دولار، مليار دولار، فيتامين دي مكملات غذائيه. الامريكان اشتروا بمليار دولار فيتامين دي من غير بريسكريبشن، من غير ما يتكتب بوصفه، بسبب الهاجس بتاع فيتامين دي. النهارده لو اخدت فيتامين دي بجرعه اقل من اللي انا محتاجها يبقى انا برمي فلوسي في الارض. صح؟ ما انت النهارده لو عندك او الشخص اللي قدام مني عنده نقص فيتامين دي احتياجه هنا هيختلف. احنا قلنا صح. الشخص من عمر سنه لحد 70 محتاج كام؟ 40. من سنه ل 70 600. 600. اللي عنده نقص فيتامين دي بياخد في اليوم 6000. اوف. 10
اضعاف اللي كان محتاجه في اليوم، اها 6000 يوميا لمدة 6 اسابيع، ممكن تمتد ل 8 اسابيع. اوكي، فتخيل النهارده لو هو فيتامين دي ديفيسيت، هو ناقص عنده فيتامين دي وبياخد 400 كل يوم، عمر الحاله ما هتتصلح، لان هو راح منه لنفسه واشترى السبلمنت اللي موجود في الصيدليه. فلازم يرجع للمختص ويعرف، الطبيب المختص يعرف اذا كان ناقص عنده فيتامين دي ويكتب له البروتوكول العلاجي الانسب. سلسلة، معلش يا دكتور، قول لي اروح لدكتور باطني ايوه بطنك ولا دكتور تغذيه علاجيه؟ انت مش هتعرف انك عايز تروح تغذيه علاجيه غير لما تروح للبطن. اوكي، يعني انا كان النهارده بتكلم على المواطن العادي، هو مش عارف يفرق امتى يروح للدكتور اخصائي التغذيه العلاجيه او امتى يروح لدكتور الباطني. فالاسهل ان يتحرك الاول خالص مع الدكتور الباطني، وبعدين الدكتور الباطني هو اللي يحوله لدكتور التغذيه العلاجيه لو الحاله علاجها مش عنده. طيب، احنا عندنا ازمه او مشكله، عدم وعي بطبيعه تخصصات الدكاتره. فبتلاقي في خلل ابسط الامور، ما يعني فكره دكتور تغذيه علاجيه دي مش موجوده في الذهن. وللاسف، ودي حقيقه لازم نكون صادقين مع نفسنا فيها. فاحنا عايزين يبقى عندنا ثقافه طبيب التغذيه العلاجيه. انا دلوقتي اروح له بعد ما دكتور البطن يقول لي انت عندك انيميا او نقص فيتامينات معينه، خاصة ان ممكن دكتور بطنه يكتب لي الفيتامين ده. اتفضل. طيب، احنا في معتقداتنا ان دكتور، انا بتكلم عن فيتامين دي او يعني بشكل اساسي، فيتامين دي بس، انا اقول لك احنا في معتقداتنا او في خاطرنا ان دكتور التغذيه العلاجيه ده بتاع التخسيس والنحافه. يعني يا اما رايح عشان اخس او رايح عشان اظبط وزني. ايوه، فربطين الموضوع كله بتاع دكتور التغذيه في الوزن، في الوزن. مش باصين للجنرال ويل بينج، الاحساس بانك انت صحتك كويسه. اوكي، فلو انا ما حدش وجهني ان اروح له مش هروح له. يعني فرضا انا رفيع او وزني مظبوط، بس انا عندي اعراض الديفيشنسي اوف فيتامين دي، بس انا ما اعرفش ان ده نقص فيتامين دي، انا ما اعرفش ان هو ناقص عندي. فايه اللي هيخليني اروح لدكتور تغذيه؟ لازم دكتور البطنه، لو العلاج مش عنده هيقوم جاي محول حضرتك لتخصص التغذيه العلاجيه. انما اللي بيروحوا غالبا لدكاتره التغذيه العلاجيه على طول هو غالبا رايحين عشان مشكله فين؟ في الوزن. صح، يا اما رايح عشان يفقد وزن، يا اما عشان يكتسب وزن. صح. طيب، انا دلوقتي يعني اعمل ايه برضو لو ناقصني فيتامين دي؟ لو انا عايزك تقول لي اعمل ايه؟ يعني بعيدا بقى زيوت الاسماك، انا مش هتاخدها طبعا. فاعمل اتحرك ازاي؟ طيب، احنا بناء على نتائج التحاليل هيتم استخدام المكملات الغذائيه اللي فيها فيتامين دي. تمام. الجرعه بتاعته قلنا 6000 انترناشونال يونت للناس الكبيره. أوكي. كل يوم لمده 6 ل 8 اسابيع. الناس اللي ما بتاخدش كل يوم ممكن تاخد 10,000 يوم او يوم لا لمده 6 ل 8 اسابيع. طب اللي مش عايز يوم او يوم لا ياخد 20,000 مرتين في الاسبوع لمده 6 ل 8 اسابيع. اللي عايز ياخد مره واحده بس في الاسبوع يبقى 50,000 في الاسبوع لمده 6 اسابيع. بس الرقم ده كبير. في الاسبوع كبير؟ لا مش كبير. ما انت قايل لي انت عايز 600 بس في اليوم وانت سليم، مش وانت ناقص عندك فيتامين دي. طب لو ناقص، ما هو ناقص دي ممكن يطلع 100 200 ولا ناقص دي ما بتحددش النسبه قد ايه؟ وجود الفيتامين ناقص في الدم. انا ما قلتش برضو المعلومه دي في الاول. اتفضل. فيتامين دي اللي بناخده ده بيكون غير فعال. بيكون ايه؟ غير فعال. لازم يتنشط جوه الجسم. بمعنى انت خدت الكبسوله فيها الماده البدائيه خالص لفيتامين دي، يوم جاي مستلمها الكبد عندنا عامل لها اول خطوه تنشيط. لحد هنا لسه مش فعال، وبعدين يعدي على الكليه ياخد الخطوة الثانية في التنشيط عشان يشتغل. فأنت بتاخد كمية كبيرة عشان يتحول منها جزء للشكل النشط. الشكل النشط ده اللي بيقوم بالجانب الهرموني، بيقوم بالجانب اللي له علاقة بامتصاص الكالسيوم والحفاظ على كثافة العظم. تمام، وضحت كده. طيب، معلش، تعرف إن ممكن يبقى في سايد إفكت لأي حاجة. هل ممكن ده يحصل؟ إن أنا لو أخدت مثلا أي كبسول مثلا فيه فيتامين ولا حاجة فيبقى فيه أي آثار جانبية بعدين؟ تمام. فيتامين دي من عيلة الفيتامينات اللي بتدوب في الدهون. تمام. وبالتالي لما اخد منها زيادة بتخزن في الجسم. تمام. يعني مش زي مثلا فيتامين ألف، سوري، فيتامين بي 1 او بي 2 لو خدته زيادة هينزل بعد شوية في البول. تمام. الجسم يتخلص منه. اوكي. انما لا، فيتامين دي يدخل ويتخزن عندنا في الأنسجة الدهنية اللي في جسمنا تحت الجلد وغيره. كويس. وانت عمال تاخد كتير وهو يتخزن معاك أكتر فيعلي عندك نسبته في الدم. دكتور أحمد، عايز أقول لك الوقت خلص للأسف. بس انا عايزك تكمل، انا بس بقول لك عشان نحاول نختصر الكلام. خلاص، اوكي. لا اتفضل. لا كنت لا ما انا بقول لك اتفضل. بس يعني كمل هقولها لك على طول. فيتامين دي لو زاد عن حده يبدا يخلي الكالسيوم بدل ما هو بيترسب في العظم يترسب عندي في الاوعيه الدمويه.
فيأثر على القلب والشرايين كمان، قد يؤثر مباشرة على وظائف الكلى. وكانت لسه في حالة مشهورة أمريكية، الحالة دي 12 النتيجة بتاعتها من حوالي شهرين، الراجل ده كان بياخد 2400 انترناشونال يونت فيتامين دي كل يوم لمدة سنتين ونص. اوف، الرقم ده أكتر من احتياجه 5 مرات. وسافر في رحلة لجنوب أفريقيا وقعد هناك فترة كبيرة كده بيستجم، فبدأ يحس إن هو تعبان، نقلوه على المستشفى بيعملوا له وظائف كلى، لقوا الكلى تدهورت تماما، وكان السبب في كده هو الاستخدام المفرط لفيتامين دي. يبقى المطلوب ان احنا ما ناخدش فيتامين دي الا من خلال الطبيب. وخلينا نحط قاعده في الاخر، الا وهي اي مكمل غذائي متعدد المكونات ده ما فيش منه قلق، لان بيدي احتياجك اليومي. اوكي. انما لما تلاقي السبلمنت لوحده، فيتامين لوحده، او معدن لوحده، ده لازم يكون تحت اشراف الطبيب. دكتور احمد الشافعي، مدرس التغذيه الطبيه والكيمياء الحيويه الطبيه بجامعه الازهر، سعدت جدا بوجود حضرتك، وان شاء الله نلتقي مره تانية علشان نتكلم عن كل انواع الفيتامينز زي فيتامين بي 12 لانه مهم قوي ان احنا برضو نتكلم مثلاً عنه. نورت الدنيا يا دكتور، ميرسي ليك، ومعلش عذرنا الوقت بيجري بينا. لا ابدا، شكرا ليك، شكرا جزيلا لحضراتكم. شكرا. الرساله في النهايه وصلت لحضراتكم، واعتقد ان الامور بقت منتهيه، ناخد بالنا بشكل كبير جدا من الفيتامين اللي احنا بنحصل عليه. ليه؟ لو هو لوحده زي ما قال الدكتور، لانه بيبقى له اثار جانبيه. اما الكبسول اللي فيه متعدد الفيتامينز ده ملوش اي اضرار بالشكل اللي ممكن زي ما يكون الفيتامين لوحده. خدوا بالكم ان الفيتامين دي مهم لصحتنا، فنحصل عليه عن طريق الاكل افضل بكتير جدا من ان احنا نحصل عليه ككبسول. ان شاء الله هنلتقي لقاءات تانية مع دكتور احمد الشافعي عشان نتكلم على امور كتيره تخص حياتنا في طبيعه التغذيه، لان احنا محتاجين نفهم تغذيه بشكل صحيح. انتظرونا ان شاء الله في حلقات قادمه من برنامجكم بره الصندوق في شباب كل يوم، وبقول لكل الساده المشاهدين السلام عليكم.